نبدأ معك عبد الله. المنطقة الوسطى شهدت قصفا إسرائيليا في مناطق مختلفة منها، وكذلك تهديدا بإخراج المواطنين من البريج. كيف تبدو المنطقة الوسطى الآن؟ أهلا محمد، حتى هذه اللحظة أصوات الانفجارات لا زالت تسمع في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، تحديدا إلى الشرق من دير البلح وسط القطاع، وهي ناجمة عن القصف المدفعي المستمر والمتواصل سواء باتجاه المناطق الشرقية لخان يونس أو باتجاه المناطق الشرقية في دير البلح وسط القطاع. بالتوازي مع ذلك وعطفا على الحديث الذي تحدثت به وهو موضوع إخراج المواطنين، بالفعل بالأمس شاهدنا حركة نزوح من قبل مخيم البريج وبعض المناطق في مخيم النصيرات باتجاه منطقة دير البلح. هنا عدد كبير من المواطنين الذين جاءوا وأمضوا ليلتهم هنا في دير البلح غادر باتجاه منطقة رفح جنوب قطاع غزة، ولا زال عدد كبير من النازحين في بداخل مراكز الإيواء التابعة للأنورو في مخيم البريج وسط قطاع غزة. المشكلة الكبرى ليست فقط في النزوح، إنما في النتائج المترتبة على هذه العملية. نحن نتحدث عن منطقة أصلا مكتظة بالسكان منذ ما قبل الحرب، اكتظت بأضعاف كبيرة بعد بدء هذه الحرب ونزوح عدد كبير من سكان المناطق الشمالية ومدينة غزة باتجاه وسط وجنوب القطاع. تركزت عملية النزوح أو تركزت عملية تواجد النازحين بعد عملية خان يونس، بعضهم عاد مجددا إلى وسط القطاع والبعض الآخر انطلق باتجاه مدينة رفح. اليوم مع الطلب من سكان هذه المنطقة وبعض الأطراف الشمالية في مخيم النصيرات بالنزوح باتجاه مدينة دير البلح، تغير الموقف كثيرا، ازدادت المعاناة، ازداد الوضع تعقيدا، وبالتالي بتنا نتحدث عن مأساة إنسانية حقيقية يواجهها هؤلاء المواطنون في ظل استمرار القصف المدفعي، في ظل استهداف المناطق، وفي ظل الخشية من أن يصبحوا من المواطنين العالقين في خلال الأيام المقبلة إذا بالفعل نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته وحول هذه المنطقة إلى منطقة قتال كما يقول، منطقة عمليات عسكرية، وبالتالي هناك خشية كبيرة من أن تتحول هذه المناطق إلى مناطق استهداف عشوائي عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي على غرار ما جرت في المناطق الشمالية. لكن نستطيع القول بأن هناك حركة خروج وإن كانت بوتيرة أقل اليوم، بوتيرة أقل من الأمس، لأن عدد كبير منهم بدأ يتوجه إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن الوضع الميداني، الوضع الميداني حتى هذه اللحظة لا زال القصف المدفعي العنيف على منطقة وادي غزة مستمر. في المنطقة الشرقية من مدينة غزة تحديدا مناطق الشجاعية والتفاح والدرج أيضا تتعرض للقصف المدفعي العنيف، ومنطقة الزيتون والصبرة كلها مناطق تتعرض للقصف المدفعي المستمر والمتواصل، بالإضافة إلى مناطق في قلب مدينة غزة كمناطق الشيخ رضوان، شارع النفق، منطقة أبو اسكندر، كلها مناطق أيضا لا زالت تتعرض إما للقصف المدفعي أو لإطلاق النار من قبل آليات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في عدة محاور في هذه المنطقة، سواء من قبل الدبابات أو حتى الآليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة على الأرض، أو من قبل الطائرات المسيرة الصغيرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، أو من قبل المدفعية. وبالتالي الموقف الأمني في مدينة غزة يزداد صعوبة ويزداد تعقيدا، لا سيما أن عدد من المواطنين لا زالوا عالقين في منازلهم، العدد الأكبر أجبر على الخروج باتجاه غرب مدينة غزة. ورغم ذلك وحديث الجيش الإسرائيلي بأنها منطقة آمنة، إلا أن الجيش الإسرائيلي لاحق المواطنين هناك ولا زالت عملية الاستهداف مستمرة متواصلة سواء في شرق المدينة أو في غربها. نعم، عبد الله مقداد مراسل العربي من دير البلح، شكرا جزيلا لك.